السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو من العلي القدير أن يكون الجميع بخير. اليوم إن شاء الله غندير معكم طبق زوين. عندي هنا الحمص، درته ليلة كاملة في الماء حتى تشرب مزيان هكذا، وغسلته مزيان وعاود تاني غسلته مرة أخرى. المهم قبل كتنقوه، لأن كيكون فيه الحجر أو كيكون فيه داك الطوب، أي بحال التراب. هنا عندي طنجرة غادي ندير فيها هاد الحمص، هو الماء ديالو الاخر، لان هاد الماء راه نقي، وغادي نضيف ليه ماء اخر. انا المهم هاد الطريقه درتها، كاين اللي كيبغي يدير في الاول الزيت ويدور البصل ويشحر هذاك الشيء يقليه، عاد كيضيف الماء طيب ويضيف ليه الحمص. انا درت هاد الطريقه سهله، ضفت هنا بصله محكوكه كبيره هكذا، وغنحرك، وثلاث فصوص ثوم محكوكين حتى هما، ونخليه الكل يطيب مزيان. المهم التوابل ما غنضيفهمش الان، وكذلك بالنسبه للطماطم، لان كنسمع الطماطم او الحامض اي الليمون لما كتضيفيهم في الاول ما كيخلوش مثلا بالنسبه للحمص ولا اي حاجه طيب. اذا لما كديرهم في الاول كيبقى كياخد داك اي حاجه درتوها كتاخد طياب بزاف. هنا غنضيف القزبر والمعدنوس، وكذلك الملح راه ما ضفتهاش في الاول، حتى الاخر حتى يطيب الحمص مزيان عاد غنضيفها. هذه النصائح من عند الوالده ديالي، الله يحفظها ليا ويعطيها صحتها. هنا حليت على الطنجره، غادي نشوف الحمص واش طاب. ها هو باقي فيه الماء ديالو، ها هو طاب بحال طاب، ولكن غنخليه واحد شويه لان خصو يكون مرغي شويه. غادي نسد عليه ونخليه يطيب، وانا راه كنطيبو بالمهل، النار ماشي قويه، متوسطه، راه ماشي غير الحمص اللي خصكم تنقصوا عليه النار، اي حاجه درتوها فوق سميتو البوطه خصكم تنقصوا باش ما يتحرق ليكمش، وكيبقى الماء تقريبا هو هذاك، وكيطيب الحاجه مزيان. هنا درت فلفله حلوه اي بابريكا، وغنضيف كذلك فلفله حاره على حساب اللي كياكل فلفل حار. اللي ما كياكلش فلفل حار بحال الاطفال مساكن ما كيبغوهاش، ما ديروهاش ليهم. غنضيف كذلك الكمون، لان القطنيات كيديروا لها الكمون بالاخص. وضفت كذلك البزار، يمكن ما جاش هنا بين على الشاشه. وغناخذ الان عندي جوج الملاعق كبيره ديال مركز الطماطم، درت ليه غير شويه الماء وضفته هنا للحمص. ما ضفتش الطماطم الاخرى لان جاتني بحال حامضه ماشي حلوه. وفي الاخير ضفت زيت الزيتون، الا ما عندكم زيت الزيتون كيف ديما كيف كنقول ديروا زيت المائده ماشي مشكل، غير هو زيت الزيتون كيكون صحي احسن. نحرك مزيان المكونات هكذا، هاد الطماطم نحركها مزيان حتى كتولي في كل شيء الجهات، وغادي نسد على الطنجره ونخليها تكمل الطياب ديالها. وإلا بان لكم بان المرق ما بقاش هكذا في الطنجره، ممكن تضيفوا الماء طيب، ما تضيفوش الماء بارد، ضيفوا الماء طيب غليان. في الوقت اللي كيكمل الحمص الطياب ديالو، غندير معكم هنا البيض معمر، كاين علبه الطون، عندي ثلاث بيضات سلقتهم، المايونيز، عندي بزار ملح، وعندي قزبر ومعدنوس، جوج قطع جبن مثلث. المهم البيض سلقته، ولو انه باقي شويه ما طابش، هو هذا درت الاصفر ديالو اي المح. غندير هاد جوج المثلثات ديال الجبن، انا اليوم ما درت لا لحم لا والو مع الحمص، درته غا هكذا، وفكرت اني ندير معاه البيض بهالطريقه. غندير هنا
هاد العلبة ديال الطون حيت لها الزيت ديالها، خليتها ناشفة لأن هاد العقدة أو هاد الخلطة خصها تكون ناشفة، ما تكونش هكذا خفيفة. غادي نخلط هاد المكونات كاملين بهاد الفرشات أي الشوكة، وغنضيف لها القزبر، نضيف لها هاد التوابل اللي عندي غير الملح وعندي البزار والقزبر. انا درت العلبه ديال الطون كامله، وانتوما الا بغيتوا البيض اي اصفر البيض يجي غالب، اي اللون ديال اصفر البيض يجي غالب على الطون، كثروا اصفر البيض ونقصوا من الطون، ونضيف كذلك المايونيز. نخلط المكونات كامله مزيان، عاد من بعد غادي نضيف زيت الزيتون هكذا غير شويه ماشي بزاف. هو هذا الخليط. دابا غادي ناخذ هذا البوش وندير فيها هذا الخليط، نعمرها باش نديرو في هذيك المصاص ديال بياض البيض. ولكن انا جاتني صعيبه لان الطون ما عصتوش مزيان، ما درتوش مزيان، خلطتو مزيان، علاش ما باش يخرج ليا من هاد سميتها هاد القالب. المهم هو هذا، جا المذاق ديالو غزال. هنا غادي نشوف الطنجره، ها نتوما كيف كتشوفوا الحمص والمرق اي البلول جا غزال ومقعد واللون ديالو زوين. المهم الحمص طاب مزيان، وفي هذه المرحله كاين اللي كيبغي يضيف كذلك مره اخرى زيت الزيتون وتضيفوا القزبر او المعدنوس، انا ما ضفتوش. هنا ما بقى لي غير نحطو في طبق التقديم. الان غادي نصب الحمص وهو سخون، هو هذا البليله جات غزاله والحمص حتى هو طياب في الحقيقه. غادي نضيف او نزينه بهذا المصاص ديال البيض. انا كيف سبق وقلت لكم بان درت الطون اكثر من محل البيض او اصفر البيض، علاش جا بهذا اللون؟ لو اني كثرت اصفر البيض كان غيجي احسن. نتمنى ان الطبق يعجبكم، ودمتم في رعايه الله، وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو قادم. مع السلامة وشكرا للجميع.